الاتهامات تلاحق تركيا ونظامها بقيادة رجب طيب أردوغان أينما حل أو رحل. صحف ووسائل إعلام غربية اتهمت أنقرة باستخدام الفوسفور الأبيض المحرم دوليا ضد المدنيين الأكراد في عدوانها العسكري على شمالي سوريا والذي بدأته في 9 أكتوبر الجاري. وأشارت تلك الصحف إلى أن الحروق التي ظهرت على جسد صبي يصرخ من شدة الألم والذي نقل إلى المستشفى السوري الكردي في تل تمر كانت كافية لإضعاف حتى أشد الطواقم الطبية إلى حد إصابتهم بالخرس. وقالت تلك الصحف إن حالة الصبي تم إضافتها إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي ترجح استخدام تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي ناتو الفوسفور الأبيض ضد المدنيين الأكراد في هجومها الذي استمر 8 أيام على شمالي سوريا. وصعدت تركيا من هجماتها على مدينة رأس العين التي يسيطر عليها الأكراد حتى أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة. وتسعى تركيا إلى إنشاء منطقة عازلة يبلغ طولها أكثر من 440 كيلومتر أي كامل مناطق سيطرة الأكراد الحدودية وعرضها 30 كيلومتر لتعيد إليها قسما كبيرا من 3.5 مليون لاجئ سوري لديها. وخلال 9 أيام من الهجوم تمكنت تركيا والفصائل السورية الموالية لها من السيطرة على منطقة واسعة بطول 120 كيلومترا تمتد بين أطراف بلدة رأس العين شمالي الحسكة ومدينة تل أبيض شمالي الرقة وبلغ عمقها في بعض المناطق أكثر من 30 كيلومترا. وبدأ الهجوم التركي في 9 من الشهر الجاري بعد يومين من انسحاب قوات أمريكية محدودة من نقاط حدودية وأسفر عن مقتل أكثر من 80 مدنيا و230 مقاتلا من ميليشيات سوريا الديمقراطية. وفي الجانب التركي أفادت السلطات التركية خلال الهجوم عن مقتل 6 جنود أتراك و20 مدنيا في قذائف اتهمت المقاتلين الأكراد بإطلاقها. نسعد بحضرتكم في هذه الإطلالة الحوارية الأولى في برنامج من القاهرة. كما شاهدتم في سياق هذا التقرير سنتوقف حول عنوان واحد كبير: تركيا ولماذا هذا التدخل المفاجئ ولماذا هذا الخلط والشد واللأي الكثير في هذه المنطقة بعدما طفت على الأفق ما يحدث الآن داخل لبنان. سنتوقف فقط حول تركيا ودورها الحديث داخل الشمال السوري. أهلا بحضراتكم وباسمكم مباشرة معنا السفير دكتور يوسف الشرقاوي نائب مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أهلا بك معنا السفير. أهلا فندم. في تقييم حضرتك حين سمعت ببداية الهجوم التركي في عملية التي قيل عنها نبع السلام ابتداء وشرق الفرات هذا الحديث الذي لم ينتهي قبل هذا الهجوم، كيف قيمت الموقف وكيف رأيت مستقبل هذه العملية؟ يعني الحقيقة أنه يعني معالجة هذه الأزمة اللي هي أزمة الغزو التركي لشمال سوريا في هذه المرحلة الدقيقة إنما في رأيي يعبر عن انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة. وأود أن أؤكد في البداية أن الموقف المصري كان واضحا ودقيقا سواء من جانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سيادته مع عاهل الأردن وأيضا السيد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه في واشنطن مع نائب رئيس الأمريكي في حضور السيد سفيرنا في واشنطن ياسر رضا قبل توجهه إلى تركيا لمحاولة إثنائه أو وقف إطلاق النار وأيضا على لسان السيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السيد المستشار أحمد حافظ. كل هذه يعني تبين أن مصر كانت سباقة في إدانة هذا العدوان التركي وأنه مخالف القواعد القانون الدولي وأنه ينتهك السيادة السورية ووحدة الأراضي السورية. إلى جانب ذلك أن مصر كانت سباقة في الدعوة لجماعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ لهذه الأزمة. أنا شخصيا أرى أن هذه الأزمة الحقيقة يعني في منتهى الخطورة. لماذا؟ لأنه عندما يعني ننظر إلى اللاعبين الإقليميين في هذه الأزمة خاصة من جانب تركيا نجد أن العرب مفعول بهم في هذه الأزمة. كل الفاعلين الإقليميين والدوليين إن لهم قواعد على الأراضي السورية هم الذين يتحركوا في سوريا، بينما أن الجماعة العربية التي تعقد اجتماعا لانتقاد هذه
لانتقاد العدوان السوري هي خارج إطار هذا الإطار، ومن ثم فهي أزمة خطيرة، لأنه بأنها يعني تدخل التركية ومن جانب الرئيس التركي في هذا الأمر، إنما يعني يود أن يقنن وضع في رأيي الشخصي لترتيب أوضاع إقليمية ودولية جديدة للوضع في سوريا. طيب اسمح لي سؤال يتردد. نعم. يعني ما الفارق؟ ما الفارق سياسيا وعسكريا ودبلوماسيا وقانونيا ما بين الوجود التركي أو محاولة تركيا في الدخول إلى هذا العمق من الأراضي السورية أيا كان مسببات هذا الدخول، وما بين الوجود الروسي والفرنسي والوجود الإيراني والوجود الأمريكي والوجود الفرنسي ووجود باقي الجماعات المسلحة التي تدعم من هنا أو الجماعات الإرهابية التي تدعم من هنا أو من هناك؟ هل لك أن تجيب على هذا السؤال الذي يطرح في أعقاب الإدانة المصرية للهجوم التركي؟ يعني الحقيقة أنه يعني كل دولة دخلت من هذه الدول في تدخلت في سوريا كانت يعني بترى أنها تدخلت لإطار في إطار حماية معينة، لكن أنا شخصيا رأيي الشخصي أن حل هذه المشكلة يأتي في إطار جلاء كل هذه القوات عن سوريا، لأنه السماح بتدخل أي لأنه عدم يعني كما لكن الوجود للأسف الوجود التركي يعني وجود أو يعني غزو في إطار أنه يعني عاوز يعني في إطار ما يدعي بإقامة منطقة آمنة للحماية من الميليشيات الكردية وما شكل ذلك، ده احتلال لدولة، لكن الدول الأخرى لم تقل أنها دخلت وتستقر لأسباب معينة، ولكنها كانت تهدف إلى حماية الشعب السوري وأيضا بدرجة أو بأخرى حماية النظام السوري الحالي زي نظام بشار الأسد زي روسيا على سبيل المثال وإيران على سبيل المثال أيضا، لكن وبالتالي فهناك يعني نقدر نقول أن لكل دولة لها أهدافها في هذا الشأن، لكن الهدف الأصعب والهدف اللي هو غير مقبول على الإطلاق هو الهدف التركي، لأن ده أنا بعتبره شخصيا هذا احتلال، لكن لما أقدرش أقول أنه القوات الفرنسية المحدودة التي تدخلت يعني تسعى إلى احتلال سوريا، أو القوات الروسية لم تقل أنها تهدف إلى احتلال سوريا. رد أردوغان وقال أنه قام بهذه العملية وقام بالدخول إلى هذا العمق من الأراضي السورية في الشمال لمصلحة سوريا، مصلحة الدولة السورية. ما فلسفته في هذا؟ يعني أنا شايف أن هذه الفلسفة في رأيي الشخصي غير مقبولة، لأنه إذا كان هو اللي يقول لمصلحة الشعب السوري يترك هذه الأزمة للشعب السوري. يعني حل، ولذلك كان موقف مصر من البداية واضح لما دعينا إلى الاجتماع للفصائل السورية المختلفة والوحدة بين الفصائل السورية ومحاولة لابد من الحل السلمي، لكن تدخله عسكريا هي دي المشكلة. وبعدين طيب ازاي ان هو دخل عسكريا وعملية القصف في إطار 35 كيلو متر في رأيي الشخصي بيعني أن هناك تفاوت بعرض 450 كيلو متر يس في الشمال. نعم. هذا معناه في رأيي الشخصي أن هناك تفاهما عملياتيا عسكريا مع الأطراف الأخرى على الأراضي السورية. أي أطراف تتحدث عن الولايات المتحدة مثلا؟ الولايات المتحدة، روسيا، إيران، ثم ماذا عن إسرائيل؟ طب هذا الاشتباك كيف تؤيد أو كيف تساند وتدعم روسيا النظام السوري وتدعم الدولة السورية وفي المقابل تسمح بهذا الدخول التركي؟ لأنه تحت أي عنوان يعني تفسره؟ يعني أنا أفسره بمصالح يعني السياسة على حساب الدولة السورية. نعم على حساب، لأن دي مصالح هم مصالح المصالح يعني تركيا أو مصالح روسيا، كل دولة بيكون لها مصالح استراتيجية في الأساس من التواجد، لكن وفي نفس الوقت يكون هناك مصالح ما بين زي ما احنا قلنا تفاهمات مختلفة، لأنه ممكن يحصلوا من هنا مقابل هنا وهنا مقابل هنا. لكن عشان نخلص من كل هذا يبقى الحل هو جلاء كل إيفاكيويشن، جلاء شامل لكل هذه القوات الأجنبية عن الأراضي السورية، والحل السلمي للأزمة السورية من خلال السوريين أنفسهم. وبتسمى أنا لا أرى مثلا فيما يقوله الرئيس ترامب
وقت ان هو يدخل قوات لحمايه الاكراد ووقت اخر يسحب هذه القوات. انا اجد ان هذا ما يقوم به ترامب هو في اطار يعني تحرك الرئيس الامريكي ترامب على الساحه الدوليه في 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 يعني في مناهج مختلفه في اطار تحقيق الامن القومي الامريكي والاداره بالاهداف الاقتصاديه. طب اسمح لي في هذا الجزء تحديدا فيما يتعلق بتركيا، سنتحول هاتفيا الى العاصمه اللبنانيه بيروت. معنا من هناك السيد نضال السبع والكاتب والمحلل السياسي المتخصص في الشان التركي. سيد نضال اهلا بك. اهلا وسهلا. اهلين اهلين مساء الخير. اهلا بك. حين دخلت هذا هو السؤال الاستهلالي الذي وجهته الى السيد السفير الدكتور يوسف الشرقاوي ضيفي هنا في الاستوديو في القاهره، ما الذي تبادر الى ذهنك حين سمعت ببدء عمليه نبع السلام كما قيل تركيا او شرق الفرات هذا المسمى القديم؟ كيف قرات هذا الحدث؟ كيف توقعت مساره وكيف توقعت مآله في المستقبل القريب؟ يعني انا باعتقادي اولا بدايه مساء الخير لك ولضيوفك ولسعاده السفير معك نوجه له تحيه. انا تقديري الشخصي اولا اردوغان يكذب على المجتمع الدولي حين يقول انه يعني حاجه الى ابعاد الاكراد من اجل اقامه منطقه امنه. اولا هو تحدث عن هذه المنطقه الامنه بمنتصف 2011 بشهر 6 تحديدا له تصريح رسمي في هذا الموضوع، وفي تلك الفتره لم تكن موجوده وحدات الحمايه الكرديه. بالتالي التذرع بموضوع الاكراد يعني هذه حاجه جواهيه لا يوجد لها يعني اي حقيقه. هذا بالاول. ثانيا هو طبعا يطرح موضوع انه بحاجه الى اعاده اللاجئين السوريين، وهو نفسه المسؤول عن هذه المأساة، لأن السيد أردوغان يعني منذ العام 2011 أدخل 120 ألف إرهابي إلى سوريا، وبالتالي هو مسؤول عن هذه المأساة التي نتجت عنها نتيجة فتحه الحدود. ثالثا عمليا يعني هو يدعي أنه ضد الكيان الكردي الانفصالي، وأيضا كلنا ضد هذا الكيان وضد تقسيم سوريا بطبيعة الحال، ولكن من حقنا اليوم أن نسأل من الذي قوض سلطة الدولة السورية على الحدود؟ عمليا أردوغان يعني من خلال فتح الحدود للتنظيمات الإرهابية واستهداف الأمن السوري عمليا هو قوض سلطة الدولة السورية على الحدود، وفتح المجال أمام القوات الكردية فيما بعد للتمركز على الحدود. بكل الأحوال أنا أعتقد أن الجانب الأمريكي عمليا باعه وهما، هو الآن من خلال أجهزة إعلامه يطنطن في الاتفاق الأمريكي السوري، وأنا أعتقد أن الأمريكي ترامب. طب نوضح قليلا سيد نضال، ما هو الوهم؟ تفسير هذا الوهم الأمريكي الذي باع له أو باعه ترامب إلى أردوغان؟ نعم، أنا باعتقادي أولا لو أن الأمريكي معني حقيقة بإقامة منطقة آمنة لقام بتسليم أردوغان المنطقة عندما كان موجودا. الآن الأمريكي انسحب من سوريا ولم يبقى إلا في قاعدة السند. لو كان فعلا حقيقة يريد هذه المنطقة لنسق مع الأتراك وسلمهم هذه المنطقة. ثانيا عمليا حتى لو أن ترامب وبنس وبومبيو يعني أقروا لأردوغان بإقامة هذه المنطقة الآمنة، أين سوف يقيمها؟ عمليا الآن الجيش السوري انتشر ووصل إلى مندج، حتى هذه اللحظة منطقة رأس العين يعني حتى هذه اللحظة لم يدخلها أردوغان. عمليا على طول الحدود بعد الاتفاق ما بين الأكراد وال الجيش السوري برعاية روسية تم نشر الجيش السوري في تلك في كل هذا الشريط الحدودي، بالتالي لن يستطيع أردوغان التقدم عسكريا. وفي حال تقدم السيد أردوغان وجازف بهذا الأمر عمليا هو سوف يصطدم مع الجانب الروسي، لأن هذا الانتشار الذي ينفذه الجيش السوري عمليا هو تحت الرعاية الروسي. طيب سيد نضال ستبقى معي، ولكن أنا طرحت هذا الطرح على السيد السفير دكتور يوسف الشرقاوي بأنه هل هناك معارضة روسية على ما قامت به تركيا؟ وما هو رد الفعل الروسي على هذا التدخل؟
وهل هناك قوات روسية ترافق القوات السورية التي دخلت بمعية القوات الكردية التي كانت يتم تدريبها أمريكيا؟ كل هذا الخلط هل لك أن تفككه لنا ببساطة؟ هذا السؤال سأترك اسمح لي سيد نضال، سأترك لك يعني التفكير بعمق فيه وسأعود إليك بعد لحظات قليلة، ولكن أتحول الآن إلى الدكتور يوسف الشرقاوي. معالي السفير، هناك إشارات بشكل أو بآخر، قد أكون مخطئ في فهمها، بأن روسيا تعارض هذا الدخول طبقا لكلام السيد نضال. أتمنى أن أكون قد فهمته بدقة. هل ألا ترى أن هذا الطرح يتعارض مع طرحك بأن روسيا بمصالح خاصة مع تركيا غضت الطرف عن هذا الدخول في هذا التوقيت إلى هذه المنطقة في الشمال السوري؟ يعني أنا في رأيي الشخصي من في كذا مؤشر. المؤشر الأول اعتراض الولايات المتحدة وروسيا عن صدور بيان من مجلس الأمن يدين تركيا. ماذا يعني ذلك؟ اتفاق أمريكا وروسيا على عن عدم صدور بيان عن مجلس الأمن يدين تركيا. معنى ذلك أن هناك سماح لتركيا بأن تفعل ما فعلت. ده واحد. اثنين، أنه يكون ربما يكون هناك أيضا يعني تفكير استراتيجي أنه دع تركيا تدخل الآن في هذه المنطقة كي تتورط تركيا أو يعني أردوغان بالذات في هذه الأزمة، إلى جانب مشاكل الاقتصادية وانهيار الليرة و يخش وقع في مستنقع مش عارف يخرج منه. تقصد ببساطة كمين؟ نعم، فخ تراب يدخل فيه يبقى دخل في أزمة، لأنه هو لو دخل الجيش السوري مش هيسمح له سونر أو ليتر. الجيش السوري جيش الرئيس السوري بشار الأسد لن يسمح له بالبقاء في هذه المنطقة بالتعاون مع الأكراد. الأكراد سوف يتحالفوا مع الشيطان ضد، في رأيي الشخصي، ضد أردوغان. وبالتالي سوف تعيد، يبقى إذن دخلنا في أزمة له مرة أخرى. إذن أين هذه المنطقة الأمنة التي يتحدث عنها؟ ما هو الاتفاق الذي جمع الولايات المتحدة وروسيا على هذا الكمين إذا افترضنا أن هذا الطرح طرحا سديدا؟ هي يعني في رأيي الشخصي هي مصالح. لا يعني أرجو من حضرتك تحدد لي ما هي المصلحة التي تجمع الدولتين الولايات المتحدة وروسيا على أن تدخل تركيا؟ وما هي المصلحة؟ هي في رأيي أن هي تدخل في تتورط في هذه الأزمة. لماذا؟ لأنه ده هينهك تركيا، هيضعف تركيا. لأن هي بقى لها فترة عام زي بتتدخل في مشاكل في أماكن كثيرة من المنطقة وتدعم الإسلام السياسي في العديد من الدول. يبقى الحل الوحيد إن احنا نشغلها في مشاكل خارجية إلى جانب أزماتها الداخلية، ممكن ده يأثر عليه في أي انتخابات قادمة. طيب، سيما وأن المعارضة في هذه المرحلة قوية ضده. طيب اسمح لي أعود للسيد نضال. سألت ما سبق سيد نضال، نبقى مع هذا السؤال ولكن ندمج معه هذا التعليق وهذا الطرح بأن ما حدث من تدخل القوات التركية في الشمال السوري هو كمين باتفاق ما بين الولايات المتحدة وروسيا. أضف إليه ما سبق وذكرت، هل سمحت روسيا أم لم تسمح بدخول القوات التركية إلى هذا الشمال السوري؟ وأن الدولتين، أتحدث هنا عن الولايات المتحدة وروسيا، كلاهما رفض صدور قرار من مجلس الأمن يدين تركيا نتيجة لهذا التوغل. كل ما سبق كيف تحلله وترد عليه؟ يعني لا نستطيع التحدث عن تفاهم أمريكي روسي. من المهم أن نتحدث عن صراع أمريكي روسي. ما يهم فلاديمير بوتين في سوريا هو تقويض المشروع الأمريكي، لأن المشروع الأمريكي سواء من خلال الأكراد كان يهدف إلى تقسيم سوريا، والمشروع الأمريكي بتقديري لن ينتهي حتى هذه اللحظة. الأمريكي عمليا أباح لأردوغان من أجل اقتطاع جزء من الأراضي السورية. أنا بتقديري أن فلاديمير بوتين لعب الموضوع بذكاء شديد. عمليا هو غطى أردوغان بمجلس الأمن، وبالتالي دفع هذا الأمر، دفع الأكراد لتسليم شط الفرات والتي تبلغ مساحتها 50,000 كيلومتر مربع، لبنان على 5 مرات. لم يكن ممكنا بالأكراد أن يسلمون تلك المنطقة بدون هذا التدخل التركي. فبالتالي أنا برأيي أنه بوتين لعب الموضوع بشكل ذكي جدا. ثانيا أنا بأكد لك أنه خلال انتشار الجيش السوري
في مندش تحديدا كان الطيران الروسي يغطي الجيش السوري. بالتالي عمليا هذا الانتشار هو تحت الرعاية الروسية. الأمر الثالث نتحدث هنا عن انتشار نتحدث عن انتشار القوات السورية في المناطق في مندش على وجه التحديد. طبعا 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 كان في غطاء جوي روسي. تفضل. الأمر الثالث، فلاديمير بوتين يقدر أمرا للسيد أردوغان. أنت كما تعلم أن هناك مشروع سياسي طرحته الولايات المتحدة من خلال مسار جنيف. هذا المسار وتطبيق هذا القرار اللي هو جنيف واحد، عمليا هذا مشروع غربي يهدف إلى أقصاء الحكومة السورية وأسقاط النظام واستبدال الرئيس الأسد. مشروع فلاديمير بوتين في سوريا هو دعم الرئيس الأسد. عمليا فلاديمير بوتين أطاح بمسار جنيف وعاونه أردوغان على ذلك من خلال تعزيز مسار أستانا. فبالتالي هذا أيضا كان أمر استراتيجي بالغ الأهمية. عمليا أردوغان مشى بمسار أستانا واعتمد طريق بوتشي وسلم الكثير من المناطق من ضمنها حلب على سبيل المثال. أنت تدرك أن يعني لولا التعاون التركي لما استلمنا حلب. أنا باعتقادي أنه بوتين يعني يجيد لحب الأوراق في سوريا، والآن هو يحوز على أغلب الملفات. أهم نقطة يعني بوتين يرى أن الخطر الأمريكي في سوريا هو الأكثر، هو أكثر من خطر أردوغان، وبالتالي ممكن يعني إرغام أردوغان على الإقرار بالانسحاب فيما بعد حتى لو دخل بعض المناطق كما يحدث الآن في إدلب. وهناك وهذه معلومات يعني خلال زيارة المسؤولين الأمنيين الروس إلى أنقرة العام الماضي، يعني لاحظ الضباط الأمنيين أن يعني الجانب التركي يتحدث عن تركية إدلب وعن تركية شرق الفرات وعن تركي وعن عثمانية الموصل. كان أمر مقلق هذا الأمر بالنسبة للجانب الروسي وبينظروا له بعين الريبي. من أجل ذلك أنا باعتقادي لم يتردد الروسي بفتح معركة إدلب، واليوم عمليا كما نرى أن قواعد أردوغان العسكرية في إدلب فتح معركة إدلب في ذات التوقيت اللي بتتدخل فيه القوات التركية في شرق الفرات، تقصد تشتيت القوات التركية مثلا؟ لا أعتقد تشتيت. يعني هي القوات التركية أولا هي الجيش التركي علينا الإخبار أنه جيش قوي وجيش كبير، وأيضا عمليا أردوغان يقاتل بعصابات المعارضة السورية ما يسمى بين قوسين الجيش الوطني اللي هو عمليا تنظيم الإخوان المسلمين. أنا باعتقادي الآن المعركة لن يجرؤ أردوغان على فتح المعركة بالمناطق التي انتشر فيها الجيش السوري بشكل مباشر، لأنه سوف يصطدم حكما بالجيش الروسي، وهذا الأمر لن يجرؤ عليه أردوغان. ليه لا يجرؤ؟ أردوغان لن يجرؤ على استهداف أي منطقة في شرق الفرات لأن هذا الانتشار هو تحت رعاية الروس. بالتالي أي استهداف للجيش السوري في تلك المنطقة من جانب أردوغان عمليا سوف يؤدي إلى اصطدام تركي روسي. طيب هل هذا الانتشار، اسمح لي أن أتقاطع فيما تبقى من الوقت وهو قليل، هل كان في حسبان الأتراك في هذا الدخول لشمال سوريا هذا الإحلال والتبديل ما بين الأكراد وقوات الأكراد والجيش السوري وهذا التعاون، هل كان يحسب حسابا لهذا الأمر؟ حكما لم يكن يحسب حساب، بالدليل بيان الرئاسة التركية التي وصفت التفاهم ما بين الحكومة السورية والأتراك بالصفقة القذرة. هذه ليست صفقة قذرة، هذه اتفاق السوريين. بالأخير الأتراك هم أهلنا وهم جزء من النسيج السوري وجزء من هذه الفسيفساء، ولكن يعني أي تفاهم بين السوريين بالنسبة للسيد أردوغان يعتبره أمرا قذرا. أنا باعتقادي أنه نحن يعني في موقع جيد. الأهم الآن هو تعزيز سوريا سياسيا.
لأن عمليا إذا ننظر عندما جاء الجانب السعودي إلى قبرص جن جنون أردوغان، وطبعا يعني ما بالك اليوم في حال يعني عادت سوريا إلى جامعة الدول العربية وأخذت مكانها الطبيعي، نعم، وعادت السفارات العربية إلى سوريا وبدأ العرب، نعم، حقيقة بإعادة تأهيل الجيش العربي السوري. أنا برأيي يعني فورا حيتم تقويض مشروع أردوغان ليس في سوريا فقط ولكن في، نعم، المنطقة أيضا، وهذا أمر، نعم، يعني مهم. شكرا لك السيد نضال السبع، أنت الكاتب والمحلل السياسي والمتخصص في الشأن التركي، كنت معنا هاتفيا من العاصمة اللبنانية بيروت. كيف تعلق مع السفير يعني على النقيل؟ الحقيقة أنه في رأيي الشخصي أن العملية العسكرية والغزو التركي لشمال سوريا هو يقتصر فقط على هذه المنطقة المحددة كما اتفقنا 440 في 35، ولن يزيد عن ذلك، لأنه هو أعلن عن هذه العملية من على منبر ما يسمى نبع السلام من منبر الأمم المتحدة. وأعتقد أن هذا الإعلان زي ما يعني في رأيي الشخصي أنه ممكن يكون حصل على تفاهم من اللاعبين الإقليميين والدوليين الموجودين على الأرض السورية، وصعب أنه هو يمتد إلى مناطق أخرى، لأنه في إحنا بنتكلم في عمليات يعني عملياتي عسكري، تواجد عمليات أوبريشنال في قوات موجودة وأنظمة رادار و و و، مش هيقدر يتحرك خارج هذه المنطقة ولن يغامر. نتكلم على منطقة إدلب أو غيرها، بالضبط إدلب، يعني عارف أنا عارف إدلب و فهو لن يتحرك إلا في هذه المنطقة فقط في رأيي الشخصي يعني، وحتى هذه المنطقة لن يستطع أنه يقوم بعملية إجلاء كامل لما يسميه بقوات البي كي كي أو حزب العمال الكردستاني الانفصالي من هذه المنطقة. هي المشكلة كمان في هذا حضرتك أنه هذه الأزمة يعني أعادت من جديد الحديث عن أزمة اللاجئين السوريين والنازحين السوريين. يقال من منظمات دولية وحقوقية وغيرها أنه إنه 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 تقريبا حوالي 100,000 خلال فقط البضعة أيام الماضية، وهذا كان زي ما قلت لحضرتك موضع يعني إدانة وانتقاد من سواء من مصر أو من الجامعة العربية أو من حوالي منظمات عربية مصرية زي المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي وغيرها من المنظمات في العديد من الدول، وإدانة من الاتحاد الأوروبي أيضا. هنا هذه في وهنا هنشوف هل فترة الخمسة أيام دي هتكون كافية للحكم على أنه هيلتزم بالجانبين، هيلتزم بتنفيذ هذا الاتفاق أم لا؟ طيب إلى أي مدى بترى التصريحات الأمريكية التي تأتي من هنا أو من هناك، والتصريحات من الرئيس الأمريكي التي تأتي من هنا أو من هناك، إلى أي مدى تراها دقيقة، وإلى أي مدى تراها مضللة، وإلى أي مدى تراها غير حقيقية ولكنها تستهدف الرأي العام العالمي المتابع لهذه القضية؟ أنا رأيي الشخصي حضرتك أنا أسمي المرحلة الحالية زي ما كنا بنقول أوباما أوباميزم، ففي ترامب ترامبيزم. يعني إيه ترامب؟ الحالة الترامبية، الحالة السياسية في الحالة الدولية. يعني هو بيعمل إيه حضرتك؟ هو بيعمل حاجة اسمها إدارة الشؤون الدولية بالأهداف الاستراتيجية والاقتصادية. هو راجل بتاع بيزنس. طيب نقول إزاي؟ لو دخلنا في الأزمة بتاعت كوريا الشمالية على سبيل المثال، هو يرفع الأزمة إلى حافة الهوية وأنه هيضرب وأنه هيعمل وبعدين يقوم راجع تاني. وشفنا الأزمة تانية مع إيران، احنا أنا بتكلم فاكتشوال يعني مش تخيل فقط أو يعني تكهنات. الأزمة الإيرانية الأمريكية، شوف رغم ان هي ايران اسقطت طائره مسيره درون، هو بعد كام دقيقه قال لك لا انا تراجعت. اذا هو بيوصل لحد اعلى مستوى ليه؟ لانه انا رايي الشخصي انه هو مش زي ما الناس بتقول عليه انه هو ان في تناقضات وانه اهوج نو هو بيعمل مع الخصم توتر محسوب، نسخ ده على تركيا، على تركيا انه هو في مصالح بينه وبين تركيا. هل يعمل مع تركيا؟ تركيا عشان نكون يعني دكتور، انا قدامي سيد السفير 10 ثواني. تمام يا فندم. تركيا عضو استراتيجي مهم جدا للاستراتيجيه الامريكيه في حلف الاطلنطي. تمام؟ الى جانب انها التصعيد محسوب له نهايه؟ التصعيد معها ليس له نهايه. ليس
لا له نهايه، له نهايه مع امريكا. هو مديله جرين لايت 15 كيلو و400 كذا 32 فقط، كما توقع، ولكن ليس اكثر من ذلك. الزميل اشرف عبد الله وليس اكثر من ذلك. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا. استشهد الدكتور يوسف الشرقاوي، وانت نائب مساعد وزير الخارجيه الاسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه، استفدت بهذا الحضور. الزميل اشرف عبد العاطي بعد قليل وقراءه مجزه لاهم واخر ما لدينا من الانباء، ولنا عوده في انتظار حضراتكم. ارجو ان تبقوا معنا.